في محاولة للحفاظ على تراث النوبة العريق الثري بكل ما هو مثالي وما تركه لنا الأجداد والآباء، وفي خضم التداعيات التي تبعدنا رويدا رويدا عن تراثنا، تلاقت إرادة مجموعة من الإخوة والأصدقاء لإنشاء مركز ثقافي تنويري لنقل تراثنا إلى أجيالنا. وبفضل الله ثم الإرادة ثم تم تأسيس المركز، وقد بدأ مسيرته التصويرية في نقل تراثنا إلى المجتمع المصري كافة ومريد التراث النوبي. وفي سبيل ذلك قدم المركز في باكورة أعماله التالي: إقامة فعاليات استمرت لثلاثة أيام بجامعة المنصورة، وإقامة فعاليات بالتعاون مع جامعة عين شمس، تقديم ندوات عن اللغة النوبية والتراث، ومستمرين بعون الله في أداء الواجب نحو أجيالنا. نتحدث عن نادي التراث الكنزي، أستاذ عبد الله دموش. صراحة